حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في بنبدا حلقتنا النهارده، وهي حلقه خاصه جدا عن جراحات الاطفال، حديثي الولاده طبعا، بنتكلم عن منذ اول يوم لو في بعد الشر مشكله او اي حاجه من الموضوعات اللي احنا اتكلمنا عليها. طبعا المشكلات ممكن تكون متنوعه ومختلفه، وده اللي هيكلمنا عليه ضيفنا النهارده دكتور الاستاذ دكتور سامح شحاته، استاذ جراحه الاطفال كليه الطب جامعه الاسكندريه، واول رئيس عربي للفدراليه الدوليه لجراحه الاطفال ومقرها في سويسرا. وفي البداية حابين نبارك لحضرتك، نقول لحضرتك ألف ألف مبروك على المنصب المهم الكبير ده، وده طبعا إضافة لمصر كلها، رئيس مصري يعني على قمة منظمة زي دي، في حاجة مهمة جدا، ألف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا، أنا بسعد الحقيقة باللقاء مع حضرتك والسادة المشاهدين في موضوع يهم الجميع، كل الأمهات والأبهات، عن أطفالنا. أغلى ما يعني عندنا هم الأطفال. حابين نتكلم بس يعني نستوضح كده من حضرتك عن الفيدرالية نفسها، دورها تأسست إمتى؟ أنا عارف أن حضرتك يعني تم تعيين حضرتك السنة اللي فاتت بس من جديد يعني، لكن دور حضرتك أو طبعا تعاون حضرتك مع الفيدرالية كان على مدار السنين سنين طويلة، فهي المنظمة بتعمل إيه بالضبط؟ هدفها إيه؟ هي الفيدرالية الدولية لجراحة الأطفال حقيقة تأسست في سنة 74 كالمنظمة الأم أو الأكبر التي تضم منظمات جراحة الأطفال على مستوى العالم، ولها ممثل من كل قارة. يعني قارة أمريكا ليها ممثل، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أفريقيا وآسيا، فهي واحد ممثل لكل قارة على مستوى العالم، وتضمهم المنظمة الأم اللي هي بتعنى بشؤون تطوير جراحة الأطفال، الخدمة المقدمة للأطفال. يعني نحن نضمن أن أطفالنا يحصلوا على أفضل رعاية طبية فيما يخص جراحة الأطفال، وكذلك تدريب الأطباء الشبان. طبعا احنا بنتكلم على مستوى العالم. طبعا يعني ودلالة بقى أن وجود حضرتك كده على قمة المنظمة ورئيس مصري للمنظمة ده يعني بالنسبة لحضرتك، بالنسبة لنا طبعا يعني الكثير، لكن بالنسبة لحضرتك حابين نسمع منك شخصيا. والله ده شرف كبير حقيقة، ولكن يعني مغزاة مهم جدا. هو أقول لحضرتك برضو أنه على مدى التاريخ من سنة 74 كل 3 سنين بيبقى فيه رئيس مختلف. كل الرؤساء السابقين بلا استثناء كانوا من خارج القارة الأفريقية تقريبا، يعني من أمريكا وأوروبا وأستراليا، اليابان، ألمانيا، ولم يكن حتى ممثلا لغاية وقت قريب حد من قارة أفريقيا، وطبعا ناهيك عن الدول العربية أو مصر. ولكن من 12 سنة بالتحديد قرروا أن يضيفوا عضو لمجلس الإدارة من مصر اللي هو أنا، تشرفت بهذه الدعوة، واضطروا أن هم يغيروا اللائحة الأساسية، لأن حضرتك تتوقع أن أنا هكون ممثل عن قارة إيه؟ أفريقيا؟ لا، كان في ممثل عن قارة أفريقيا في هذا الوقت، وكانوا حابين أن هم يضيفوا رئيس مصري، فتم تغيير لائحة بحيث أن أنشأوا منطقة جديدة في العالم اسمها منطقة الشرق الأوسط، فأصبح في عشان تشمل الاثنين عشان أفريقيا بالضبط، وتم ترشيحي عن طريقها. حقيقة هو يعني ما هوش حاجة شخصية قد ما هو اعتراف بقيمة وقدر الجراحين الأطفال المصريين والعرب. هي في إسهامات رائعة من زملاء كتيرة، يعني أساتذتنا أو الجيل السابق والجيل الحالي في مجال جراحة الأطفال، الأبحاث والعمليات والمؤتمرات وغيره، فهذا جيل كامل أنا بفخر بالانتماء إليه، وتشرفت بأن أنا كنت الممثل اللي اختاروه عشان يمثل هذه المنطقة. ده شرف لينا أكيد يا دكتور. في يعني لفت نظري من أهداف المنظمة أو إنه معلومة بتقول الممارسة الأخلاقية لجراحة الأطفال، فحابين نستوضح من حضرتك يعني في ممارسة أخلاقية في ممارسة مش أخلاقية؟ هو ده طبعا يخص البحث العلمي. يعني البحث العلمي له ضوابط، ساعات أنا أكون عايز أعمل عملية جديدة أو أجرب دواء جديد، لكن قد يكون ده في غير مصلحة الطفل أو المريض، وده هنا يأتي دور التدخل الأخلاقي في اتفاقية اسمها اتفاقية هلسنكي، بتضمن أن أنا ما أعملش أي تدخل جراحي أو دواء أو غيره للأطفال أو المرضى عموما
إلا عن طريق أن يكون في لجنة بتحكم إذا كان ده تصرف أخلاقي أو لا، أو قد يضر بالطفل أو لا. وده طبعا هدف نبيل ومهم جدا. لو هنبدأ نتكلم على أقسام العمليات الجراحية في اليوم الأول أو في الأطفال حديثي الولادة، فأكيد أشهرها هي العيوب الخلقية اللي بتظهر من أول يوم. فإحنا بنسمع عن بعض من العيوب الخلقية زي مثلا الثقب في القلب، الشفة الأرنبية، ممكن تكون بقى حضرتك أكيد ممكن تفيدنا بقى ب يعني نوعيات مختلفة. في الحقيقة يعني عالم جراحة الأطفال عالم شيق جدا، لأنه يعني بيعنى بالعيوب التي تحدث أثناء تكون الجنين. طبعا تكون الجنين ده معجزة لو حضرتك تابعتيها من أول مرحلة الخلية الواحدة لغاية ما يتكون إنسان كامل مكتمل الأعضاء بالطريقة المعجزة الجميلة اللي احنا بنشوفها. من الوارد أن يحصل أي عيب في مرحلة من المراحل، وبالتالي بنشوف كل أنواع العيوب الخلقية اللي بعضها يحتاج إلى التدخل في اليوم الأول. في حاجات تنتظر، يعني الشفة الأرنبية ممكن تنتظر، معظم العيوب في القلب ممكن تنتظر، لكن في حاجات لا تنتظر زي مثلا انسداد في الأمعاء أو فتق في الحجاب الحاجز. هذه الحالات تحتاج إلى التدخل في اليوم الأول من ولادة الطفل، وهنا يأتي دور جراح الأطفال. صعب قوي إنه طفل في اليوم الأول بيبقى أكيد قرار صعب على كمان أهل الطفل، موضوع بيبقى مؤلم أكيد. هو مؤلم بس يعني هو life saving، هو بينقذ حياة. لو ما عملناش الجراحة دي فخلاص كده ممكن حياة الطفل تتعرض للخطر. طيب احنا اكيد بنستقبل اسئلتكم من خلال الاسماس والواتساب ورقم التليفون. كلمونا لو في مشكلة حابين تستوضحوا عنها من دكتور سامح، واكيد احنا هنكلم ونناقش محاور كتيرة في العيوب الخلقية وغيرها، لكن بعد الفاصل. صح على نجوم اف ام، ولسه بنكمل مع دكتور سامح شحاتة استاذ جراحة الاطفال كلية الطب جامعة الاسكندرية، وبنتكلم عن العيوب الخلقية. يا دكتور، في طبعا عيوب خلقية مثلا نقدر نقول اكثر شائعة، وفي عيوب نادرة، وفي كمان انه بخصوص جراحة الاطفال ممكن تكون في عيوب معينة مش تحت بند جراحة الاطفال، جراحين اخرين او في اقسام اخرى بيقوموا بيها. والحقيقة مجال جراحة الاطفال يعني مجال ممتاز لاي جراح ناشئ او شاب ان هو يتدرب، لانه في الحقيقة بيتدرب على مجموعة من التخصصات، هي لوحدها كل واحدة تخصص بذاته في جراحة الكبار. يعني مثلا احنا بنشتغل جهاز هضمي وجهاز الكبد والمرار والجهاز التنفسي الرئة والحجاب الحاجز، ونشتغل الجهاز البولي الكلى والحالب والمثانة، ونشتغل الجهاز التناسلي العيوب التناسلية والخنثى وغيره. ففرصة رائعة حقيقة، وأنا بعتبر نفسي محظوظ أن ده تخصصي، لأنه بيتيح فرصة رائعة للتعرف والخبرة في مجالات كتير اللي مش ضمن حاجاتنا، عشان برضو أسئلة السادة المشاهدين وليس من تخصصنا، احنا عندنا الكفاية الحقيقة يعني ما يكفينا، لكن جراحة القلب مش تبعنا، ليها جراح القلب المتخصص، وكذلك جراحات المخ والعظام دي مش في داخل المجال بتاعنا، لكن كل ما عدا ذلك هو معنا. طيب في لو نقدر نقول عن انه بعض الفحوصات او التحاليل ممكن الام تعملها قبل الحمل اصلا او يعني او اثناء الحمل اللي هي تتفادى بيها انه طفلها يكون عنده عيب خلقي؟ والله دي نقطة مهمة جدا، لانه دلوقتي من اصبح روتيني ان كل الامهات بتعمل فحص بالموجات الصوتية، وده بيكتشف عيوب كتيرة قوي بدري، حيث ان انا اقدر اعرف واستعد وأتصرف في بعض الأحوال. بعض الأحوال بعمل حاجة هنقول عليها فبعدين يمكن تبقى مفاجأة لكثير من المشاهدين، لكن مهم أن أنا أعرف. فكل الأمهات كنصيحة يجب أن احنا نعمل موجات صوتية، وده طبيب النساء والولادة بيقوم به بصفة روتينية. بيحصل من كده إيه؟ إن ساعات بيجيلي مريض هو لسه لم يولد، يعني بيجيلي أم حامل في 6 شهور 7 شهور ومعاها تقرير موجات صوتية، وتقول لي ان تم اكتشاف ان في العيب الفلاني، طب نعمل ايه وفين وازاي وامتى. فده شيء جميل جدا، لان حضرتك بتقولي الجراحة في اليوم الاول ده حاجة عظيمة او خطيرة او حرجة او غيره، لا، ده احنا لازم نكون عارفين من قبل الطفل ما يتولد حالته العامة، هل في عيوب خلقية موجودة ولا لا، واستعد، لان انا بحدد المكان والتوقيت والطريقة للتعامل مع هذا الطفل.
وبيتم فعلا تفاعل مع الطفل أو مع العيب أثناء الحمل من قبل الولادة؟ صحيح صحيح، ده كلام صحيح، لأنه في حاجات بتاخد علاجات دوائية، يعني ممكن أدي بعض الأدوية بتتحكم في حاجة بالذات الحاجات اللي فيها هرمونات أو غيره، فممكن عن طريق إعطاء حقن معينة أو علاجات للأم أن ده بيسيطر أو بيقلل من ظهور أعراض معينة. ولكن الجميل أنه في بعض المراكز المتخصصة، ونأمل أنه يأتي إلى المنطقة العربية قريبا، هو جراحة الجنين. يعني أنا بعمل جراحة الجنين وهو ليس لم يولد، سواء داخل البطن عن طريق المناظير أو عن طريق الموجات الصوتية أو عن طريق فتح الرحم وإجراء جراحة للجنين ثم غلق الرحم وإرجاعه مرتين. يعني أنا حاسة أنا أول مرة أسمع عنك، حاسة أنا مش مطلعة قوي، بس يعني هل ده شائع؟ الناس عارفة الكلام ده أو بيتعمل كتير؟ مش شائع ولا بيتعمل كتير، لكن هو طبعا تكلفة كبيرة جدا، ويتضمن يعني الكلمة اللي أنا قلتها بسرعة دي مثلا 12-15 تخصص موجودين كتيم في نفس بيشتغل نفسه، دكتور النساء ودكتور الجراحة ودكتور التخدير ودكتور الأشعة ودكتور الأطفال مجموعة ودكتور المعامل وغيره. فهي حاجة جميلة ورائعة انه يبقى في حاجة اسمها جراحة الجنين، متقدمة جدا ومكلفة جدا، ومش موجودة في حتى في امريكا، مش في كل المراكز، ولكن في مراكز متخصصة. يعني بيوري قد ايه اولا العلم يتقدم، عشان في بعض الامهات بتجيب مثلا طفل ما شاء الله 4 سنين كده تقول لك انا خايف عليه من البنج. طب ايه رأي حضرتك؟ ده كان سؤالي اللي جاي لحضرتك، يعني بجد هل البنج في سن صغيرة كده للطفل لسه مولود اول يوم ده شيء امن؟ آمن تماما. بس هقول لحضرتك على سر، انه احنا بنجري العمليات زمان، يعني لما كنت بعمل عملية كان عيني على المونيتور بتاع التخدير، يعني كان نوع من الاهتمام، شايف وباصص النبض والاكسجين وغيره. دلوقتي ما بقتش ببص ليه، لان في ثقة تامة في كوادر التخدير، بس بشرط ان يعني يكون تخدير متخصص في تخدير الاطفال، مش اي حد، مش اي دكتور تخدير يقدر يعمل كده. ومن هنا بيجي خوف الاهالي، يقول لك انا خايفه من البنج، انا مش خايفه من الجراحه، كلمه الشائعه، انا مش خايفه من الجراحه بس خايفه من التخدير. التخدير امن تماما لو اتبعنا ولجأنا الى طبيب التخدير المتخصص والمركز المجهز. ده بالنسبه للاطفال والكبار طبعا. يعني هل مثلا الاطفال هم يعني ممكن يتاثروا اكتر من الكبار من البنج، يعني ولا هو مش فارقه ان طفل ولا حد كبير، يعني طالما ان الخطوات المتبعه امنه وسليمه كل حاجه؟ لا، واحنا بطلنا نعتبر ان الطفل هو شخص كبير بس حجمه صغير. هو كائن تاني خالص في الرياكشنز بتاعته والريفلكسز بتاعته وطبيعته، فبنتعامل معاه لانه كائن بذاته له مواصفات في الجراحه وفي التخدير. فبالتالي انه يوجد تخصص اسمه تخدير الاطفال، ويوجد زملاء. مش عايز اقول لحضرتك، جات لي مره ام الطفل وزنه كان حوالي 1600 جرام، يعني حاجه لوحده بدون اي تدخل جراحي هو في خطوره. والوزن الطبيعي عند الولاده بيبقى حوالي 3.5 كيلو، فده لوحده مبتسر ولوحده في خطوره، وكان عنده من العمليات اللي احنا قلنا عليها يجب انها تجرى في اول يوم، مفيش مجال تاني للانتظار. فقلت الأم إن إحنا عندنا ريسك، لكن ده الحل الوحيد. ودخلنا التخدير، يعني عمل إنجاز رائع، عملنا العملية والطفل جالي من فترة عمره 6 سنين في حالة جيدة جدا. الأم جاية تشكرني وتشكيلي من حاجة بسيطة جدا، كانت عايزة تعمل له طهارة يعني. فعايز أقول لحضرتك التخدير آمن بشرط اللجوء إلى المركز المتخصص والطبيب المتخصص. سؤال بخصوص عمليات الجنين، جراحية للجنين، هل هي في حالات معينة وإيه هي الحالات دي؟ يعني إيه العيب الخلقي اللي يستدعي لازم يتعمل أثناء الحمل قبل الولادة؟ جميل جدا. هو طبعا لأنه تقدمت جراحات الأطفال، فحيصور السؤال طب ليه ما ننتظرش لما يتولد نعملها أول يوم؟ جميل جدا، معظم العمليات نقدر ننتظر ونعملها بعد الولادة، لكن في عمليات لو انتظرنا إما أن الجنين حيموت أو أن الأم ممكن يحصل لها ضرر شديد. حالات نادرة، مثلا حالات العيوب الخلقية في النخاع الشوكي، يبقى في كيس في النخاع الشوكي يحتوي على أعصاب الطرف الأسفل، ولو انتظرنا لغاية الولادة ممكن يحصل تأثير على الحركة والإحساس في النصف الخلفي. فإذا ما قدرش انتظر والطفل يتولد عنده إعاقة، فبتتعمل عملية الكيس في النخاع الشوكي أثناء الحمل.
ده شيء جميل وأثبته أنه ده بيحمي الطفل من العيوب في الحركة والإحساس فيما بعد. حاجة تانية أنه ممكن في بعض الحالات يكون في حاجة في الجنين تضر الأم نفسها، تسبب ضغط عالي جدا أو تسبب مضاعفات أو غيره، فيجب التدخل وإجراء الجراحة أثناء. بس عايز أقول أنها مش شائعة ومش موجودة في كل المراكز، وأنها بس يعني عايز أقول وصلنا لغاية فين بالعلم وبالتقدم وبالخبرات الطبية. أكيد سؤالنا اللي جاي هيكون بخصوص الختان وما هو يعني الوقت المناسب ومين هو الشخص المختص بالعملية دي، ولو عندكم أسئلة برضو بخصوص جراحات الأطفال في أي وقت بعتولنا على 015-595-1006 أو الأسماس 1006. حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. لسه مع حياتك صح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه منورنا دكتور سامح شحاتة استاذ جراحة الاطفال كلية الطب جامعة الاسكندرية. نتكلم على جراحات كتير، على موضوعات كتير، ارجوكم بعتوا اسئلتكم، شاركوا معنا لو في اي استفسار بخصوص اطفالكم. وابتدينا حوارنا يا دكتور في الفصل اللي فات او في اللينك اللي فات عن الختان، ده يعني موضوع شهير جدا وتعرف عليه جدا، ولكن الموروثات القديمة ممكن تكون بقى دلوقتي الناس كانت بتحصل العملية دي بطريقة مختلفة، دلوقتي ممكن تكون الناس فهمت شوية ان ليها خطورة وان العملية دي لازم تكون عملية مظبوطة ليها شروط معينة. بالضبط، هو اول يعني مخاوف من الختان الحقيقة هو من الألم اللي بيحصل، يعني معظم الأمهات أكتر بيبقى عندهم تخوف من هذا، لدرجة في أم جات قالت لي ان هي وهي حامل كانت بتدعي ربنا ان ما تجيبش ولد وتجيب بنت علشان ما يتعرضش للألم بتاع عملية الختان. في الواقع عايزين نقول ان عملية الختان لا يجب في الوقت الحالي انها تكون مؤلمة اطلاقا. يعني عايز اطمن كل الناس انه دي حاجة بتتعمل كل يوم تقريبا كل الاولاد اللي بيتولدوا، مش لازم يعني ان احنا نؤلمهم في بداية حياتهم. وبالذات ان الطرق دلوقتي اصبحت سهلة جدا للتحكم تماما في الألم، يعني احنا بنعمل طهارات دلوقتي الطفل اما نايم او مبتسم وهو مش واخد بنج كولي، لكن مش حاسس بألم اطلاقا، او ما بيحسش خالص ولا في بنج. انا عندي فيديوهات يعني ساعات الاهل مع الاهل لو الطفل عيط بيقلقوا بيقولك هو بيعيط ليه، لكن لو ما عيطش بيقلقوا بيقولك خير يا دكتور هو ما بيعيطش ليه. فالنقطة انه فعلا لو الطفل مش جعان او مش متضايق او غيره ممكن تماما تعدي فترة الختان بدون ألم، ممكن ينام لو عايز ينام، ممكن يرضع، ممكن نديله حاجة جلوكوز كده يهديه. وبعد الطهارة تقريبا ما بنحتاجش ندي مسكنات. فالحاجة اللي واجبنا ناحية أطفالنا يمكن دي حضرتك أثرت الجانب الأخلاقي، فده جانب أخلاقي، ليه أنا في عملية بتجرى لكل الأولاد أن أنا أعرضه لألم وأنا أستطيع أن أنا أحميه من هذا الألم. طريقة سهلة جدا، استخدام المخدر الموضعي، الطفل ما يحسش بأي حاجة لمدة 6 ساعات بعد العملية، ولا بعد كمان ولا بعد كم يوم ولا أي حاجة خالص. هي يعني فترة الألم هي 6 ساعات ودي متغطية تماما بالمخدر الموضعي. العملية دي ممكن يقوم بها أي حد؟ والله هي يعني لأنه أولا بتجرى لطفل طبيعي كويس وغير مسموح مطلقا بالمضاعفات فيه حتى لو بنسبة قليلة، فيجب أن يكون متدرب جيدا، لأن للأسف بنشوف بعض المضاعفات من عملية الطهارة من شخص غير متدرب أو غير متكلم على طبيب، ولا حتى تقصد غير طبيب؟ والله يعني في أماكن أخرى أو أماكن نائية أو غيره ممكن يكون بيعملها حد غير طبيب، لكن احنا عايزين نقنن يعني أن يكون طبيب وواخد تدريب معين عشان نضمن الأمان في إجراء هذه العملية. العملية سهلة ولكن ليها بعض الخطوات المهمة جدا للحفاظ على الأمان. أولها هشيل قد إيه من الجلد، مفيش طفل زي التاني. لو أنا هشيل كمية ثابتة من كل الأطفال هيطلع واحد زيادة واحد ناقص، فتقوم بالتقييم لكل طفل على حدة، ودي عايزة نوع من الخبرة، ودي أكتر حاجة على فكرة شاكوا من الأهالي إنه في زيادة أو في نقص. فالخطوة الأولى هو تقييم بالزبط كم مسافة الجلد اللي أنا هشيله، ودي تحتاج خبرة معينة. النقطة الثانية هي الخطوات
طبعا اولها تخدير معضلي، مش مسموح انا لا اقبل ان طفلي يتعرض لالم وانا اقدر احميه من هذا الالم. والثانيه هي الحفاظ منطقه حساسه، طبعا حضرتك عارفه فيها مجرى البول وفيها شرايين وفيها اورده وفيها اعصاب، غير مسموح ان انا اثر على اي حاجه من هذه الاعضاء. يعني ممكن اجراها بامان. وحضيف بس حاجه، انه ما هو الوقت المناسب لإجراء عملية؟ حضرتك بيسألوا سن الأهل. الطفل المناسب هل من أول يوم ولا ممكن تمتد؟ والله فترة. أول يوم دي كانت على أساس أن يظن أن أول يوم الطفل ما بيحسش بالألم، وده مش صحيح. الطفل بيحس بالألم وهو جنين على فكرة، وأثبتوه. يعني بيتعرض ممكن لمغص أو ألم أثناء أو لما بنعمله عملية وهو جنين بيتألم، عشان كده بيبقى فيه تخدير الجنين. فالطفل من أول يوم هو بيحس بالألم، ما فيش داعي ان انا استعجل على امل ان هو مش هيحس. لا، انا بقدر اعملها له بين 30 و60 يوم استخدام المخدر الموضعي، يكون كبر شويه وعدى فتره الصفره والحاجات، عدم الاستقرار في الفتره الاولى، اقدر اعملها بين 30 و60 يوم. لكن اكتر من كده بقى السن، يعني في ناس يعني بتمتد عندهم المرحله دي لسن اكبر من كده، ده بيبقى خطر مثلا؟ مش خطر، لكن لو هو جالي كتير بيجولي متاخر عن السن ده وما نقدرش نحرمه من هذه العمليه، بتجرى طبعا. في ناس بيجوا عند 10 سنين بس ليها بقى يعني اثار جانبيه في السن الكبير. هو فقط التاخير في الالتئام، يعني الطفل بيلتئم بسرعه قوي، فأسهل كتير وأسرع. لكن لو جالي 15 سنة بنعملها، بس طبعا في هذا الوقت بيحتاج إلى مخدر كله. طيب بخصوص ختان النساء أو البنات فيعني هل برضو من له أضرار صحية؟ هل ده يعتبر نوع من أنواع التشوهات الخلقية مثلا؟ والله يعني لو حبيتي رأي مباشر ومختصر عن ختان البنات، تماما نرفضه لأسباب صحية تماما، لأنه ما يجري في ختان الأولاد هو إزالة جزء من الجلد، لكن ما يتم في ختان البنات اللي هو الدارج أو اللي احنا ضده، بيتم إزالة عضو يعني له وظيفة وله أعصاب وله شرايين وغيره وله أهمية. فاحنا تماما ضد ختان البنات، له أضرار نفسية وبدنية على المدى الطويل، ولا ننصح به مطلقا إلا في حالات نادرة لو كان في عيب خلقي يحتاج إلى تدخل الطبيب المتخصص. طيب أكيد من العمليات الشائعة اللي برضو حضرتك يعني رائد فيها، في عملية خاصة جدا حضرتك ابتكرتها وليك ريادة فيها وتحمل اسمك لحد دلوقتي، وهي عنوانها شحاتة 1 شحاتة 2. حضرتك ممكن دي بقى لها مثلا فترة، كان سنين بيتم التعامل في هذه العملية بطريقة مختلفة خالص لحد ما حضرتك جيت يعني قدمت نوع مختلف في إجراء هذه العملية، ممكن بقى حضرتك تعرفنا بيها؟ بالضبط، هو لسنين طويلة يعني أثناء دراستي وبداية ممارستي كجراح شاب، كان في وضع صعب شوية في جراحة الأطفال اللي هو الخصية المعلقة داخل البطن. وباختصار الخصية المعلقة داخل البطن بعيدة عن مكانها المفروض تنزل إلى كيس الصفن، واللي ماسكها للنزول هو الشريان. الشريان قصير جدا بحيث أنه لا يسمح بالنزول. فكان في عملية ابتكرها اتنين، واحد إنجليزي واحد أمريكي، اسمها عملية فاولر أند ستيفنز. قال يا جماعة الحل الوحيد أن احنا نقطع الشريان الرئيسي المغذي للخصية عشان نقدر ننزل. طب هتعتمد على ايه او هتعيش ازاي؟ في شرايين صغيرة مساعدة ممكن الخصية تعيش عليه. طبعا انا عملت العملية دي كتير كجراح شاب، ولكن كل مرة اعملها احس انه في حاجة مش مظبوطة او في حاجة احسن من كده ممكن تتعمل. عايز اقول برضو في المقام ده انه في احساس او مقولة انا ضدها تماما، بتقول ان احنا لا ما نقدرش نعدل، ما نقدرش نخترع، امكانيات البحثية ما تسمحش. يعني بالكتير احنا بنجيب عملية عملها واحد خواجة خبير اجنبي ونطبقها عندنا، ده يعتبر نجاح. لكن لا، احنا عندنا القدرة وعندنا الاستطاعة ان احنا نغير ونبتكر. الفكرة جت انه اي حاجة في جسم الانسان قابلة للامتداد تمدد. فبدل ما اقطع الشريان اللي بيحرم الخصية من التغذية الدموية بتاعتها، انا ممكن اعمل له استطالة عن طريق الشد التدريجي. فبيستطيل الشريان واقدر انزل الخصية بكامل التغذية الوريدية بتاعتها وتوصل الى مكانها الطبيعي.
فدي كانت الفكرة، وترددت أقول لحضرتك مدة علشان أقولها، لأنه ده 2 خبراء، واحد أمريكاني وواحد إنجليزي، والعالم كله بلا استثناء عملية فاولر وستيفنز بتعمل مكتوبة في كل المراجع الطبية وغيره. فهنيجي نعدل ونغير، والناس دي كلها هتتغير معانا. فلأن الفكرة جذابة وأنا مقتنع بيها، فنشرتها، والحمد لله للاستغراب قوبلت بقبول جميل جدا في البداية. يعني ناس تقبلتها، الكلام ده من 15 سنة. دلوقتي معظم مراكز الدولية في العالم بتعمل عملية وبتنزلها باسم الجراح المصري. خلاص بقت تحمل اسم حضرتك طبعا. ستاندرد. طب والله يعني واستبدلت العملية. خلاص ما بقتش بتتعمل العملية القديمة. أكيد في برضو أنواع أخرى من العمليات هنستوضحها ونتعرف عليها ونتعرف على تفاصيل أكتر مع دكتور سامح شحاتة، ضيفنا النهاردة، أستاذ الطب الأطفال في جامعة اسكندرية، في كلية الطب جامعة اسكندرية. ابعتوا لنا أسئلتكم على 1006، كلمونا على 3835022، والواتساب نمبر 0155955106. حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. في حياتك صح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه منورنا دكتور سامح شحاته، استاذ جراحه الاطفال في كليه الطب جامعه الاسكندريه، واول رئيس عربي للفدراليه الدوليه لجراحه الاطفال. وبنتكلم اتكلمنا عن موضوعات كتير، تشوهات خلقيه وجراحات جراحات اليوم الاول للاطفال. ولسه اكيد حابين لو انتم تشاركوا معانا وتبعتوا اسئله، شاركوا معانا من خلال الاس ام اس، التليفون، والسوشيال ميديا، الواتساب، زي ما انتم عايزين. في قطاع اخر يا دكتور، وهو قطاع المناظير. فهل المناظير بتستخدم بقى في جراحة الأطفال، جراحة اليوم الأول والحاجات دي، وإيه مثلا في ما يعني استخداماتها بتشمل في مجالات إيه؟ والحقيقة المناظير هي التطور الأهم في خلال 10 سنين اللي فاتت، مناظير جراحة الأطفال وليست مناظير الجهاز الهضمي، لأن في يعني اختلاف. منظار الجهاز الهضمي ده بيخش عن طريق الفم وبيشوف المريء والمعدة والإثنى عشر، ممكن ياخد عينات أو غيره. ولكن المناظير الجراحية تعرفها هي عبارة عن، بدلا من ان انا اعمل فتح كبير نسبيا عشان اعمل عملية داخل البطن او الصدر، ان انا بدخل الات دقيقة جدا، 5 ملي قطرها او 3 ملي، علشان اولا اخش بالعدسة اشوف داخل البطن. طبعا بشوفها افضل كتير جدا من الرؤية بالفتح العادي. يمكن بعض الناس مش فاهمين كده، لكن الرؤية عن طريق عدسات هاي ديفينيشن واضاءة عالية وكده بتدي رؤية أوضح كتير جدا من الجراحة العادية. ودخل آلات عادة 2، فتحات صغيرة جدا برضو 3 ملي أو 5 ملي يمكن بيها إجراء العملية. فالميزة رائعة الحقيقة، أن أنا بدل الفتح، الفتح ده له عيوب، يعني فتح بيتضمن قطع في جدار البطن وممكن عضلات وبعض الشرايين والأعصاب، ممكن يؤثر على حركة الجسم فيما بعد، أو على الأقل يعني ليس أكثر العوامل هي العامل التجميلي. يعني الناس بتقارن بتقول المناظير شكلاً أفضل من جراحة الفتح، ولكن هذا ليس هو العامل الأهم. طب يعني بتستخدم في كل، يعني ممكن تستخدم في جميع الأمراض عند الأطفال ولا في يعني في أمراض معينة؟ والله اتسعت طبعا، هي اولا ابتدت متأخرة عن جراحات الكبار. لماذا؟ لانه عشان انا اعمل عملية جراحية لطفل عموما ادق واصعب من الشخص البالغ، مفهوم يعني. وبالتالي كان نفس الوضع بالنسبة لجراحات المناظير، تأخرت شوية عن جراحات الكبار، تقدمت جراحات الكبار وشملت انواع كثيرة من الامراض، ثم جاءت جراحة الاطفال وابتدت يوم بعد يوم تكتسب ارض جديدة وعملية جديدة. لغاية دلوقتي النهاردة أستطيع أن أقول أن تقريبا معظم العمليات التي تجرى في داخل تجويف البطن وتجويف الصدر ممكن إجراءها عن طريق المنظار الجراحي. ويعني مش بس كده، ولكن كمان حضرتك بتسألي إمتى السن الأصغر اللي ممكن أعمل فيه العملية؟ من أول يوم. من أول يوم. من أول يوم دي خلاص عرفناها من أول الحلقة. من أول الحلقة. لا دي إضافة جديدة يعني. منظار بقى كمان. كمان ممكن بقى بيشمل أول يوم. هو هل هو جراح المناظير هو جراح العادي، ولا ما دول يعني الطبيب نفسه مختلف؟ هو المفروض الجراح العادي يتعلم يبقى جراح مناظير. لأن ليس كل الجراح، الجراحة التقليدية نسميها الجراحة التقليدية، يستطيع القيام بجراحة المناظير. هي مهارة أعلى وأدق وأصعب، محتاجة تدريب، وده دورنا الحقيقة. احنا بنعمل دورات تدريبية سواء محلية
او في داخل منطقة الشرق الاوسط او عالمية هي كتير جدا لتدريب الاطباء الشبان، وهم حضرتك عارفة اهتمامهم بالكمبيوتر والحاجات الديجيتال وغيره، اهتمامهم كذلك بالجراحة المناظير عالي جدا، وبالتالي احنا يوميا يعني عندنا طلبات وتجهيزات عشان نعمل ورش عمل للتدريب. فالجراح العادي بالتقنيات الحديثة وبال يعني تواكب نواكب العلم الحديث برضو يؤدي ان هو يبقى جراح مناظير شاطر. هنتكلم بقى عن الحالات النادرة في الأطفال، في جراحة الأطفال. يعني كتير قوي بنسمع عن توأم الملتصق، كتير بنسمع عن يعني حقيقة ساعات بيبقوا أكتر من اتنين. أنا كنت بشوف صور برا بيكونوا أكتر من اتنين، ساعات بيبقوا تلاتة وأربعة، ممكن يكون فيهم يعني ملتصق أو فيهم مشكلة. في كمان حاجة يعني أو شيء جديد لأول مرة أسمعه، هو إنه جنين في داخل بطن الطفل. اول مره اسمع المعلومه دي، ازاي طفل يعني لسه اول يوم في حياته وينزل يكون عنده جنين في بطن؟ بالظبط. والله الحقيقه زي ما قلت لحضرتك يعني انا محظوظ وسعيد بهذا التخصص، لانه في زي ما في حالات شائعه كتير اتكلمنا عليها، الخصيه المعلقه، الفتق الارابي، الختان، حاجات بنشوفها كل يوم، الى حالات نادره وشيقه جدا، وبتوري برضو عظمه الخلق وعظمه الخالق سبحانه وتعالى في تكوين الإنسان من خلية واحدة إلى إنسان متكامل الأعضاء. من ضمن الحاجات الشيقة جدا وهي نادرة طبعا التوأم الملتصقة، وفي العالم كله لما بيتولد توأم ملتصق بيبقى ده حديث الصحافة والتلفزيون والتصوير وغيره، لأنها حاجة من المعجزات. بس كل حالة كمان خاصة بذاتها، لأنه ما فيش اتنين توأم ملتصق زي بعض. بالزبط. أكيد صح؟ بالزبط. يعني في الالتصاق ممكن يجي في أي مكان، ممكن يجي في الصدر، ممكن يجي في البطن، ممكن يجي في الظهر، ممكن يجي في الرأس، وكل حالة ليها وضعها الخاص والتكنيك الجراحي. مفيش حالة زي ما حضرتك قلتي زي التانية، عايزة تدرس كويس جدا ثم يتم الفصل. بس هل عندنا بقى فرصة الوقت؟ في معظم الحالات يعني احنا اتكلمنا ان احنا يجب ان احنا نتدخل بسرعة في بعض الاوقات، في بعض الحالات التانية يفضل الانتظار، مش كل حاجة يجب ان انا استعجل. يعني مثلا الخصية المعلقة ممكن يجيلي الاهل بالطفل عمره شهر وقلقانين وعايزين يعملوا عملية، لا مش كويس ان نعمل عملية في هذا السن. لماذا؟ لانها ممكن تنزل لوحدها، ولأنه إجراء العملية في هذا السن مبكر قد يكون غير سليم تماما، فإحنا بننتظر بين 6 شهور و 12 شهر عشان نعمل العملية. بخصوص التوأم الملتصق، هل مثلا يعني سؤال بقى كده يعني ساذج جدا، هو بيبقوا بقلبين ولا بقلب واحد، ولا يعني بيبقى توأم حقيقي شخصين بس في حتة ربطهم، ولا ممكن يكون إن هو بقى أعضاء واحدة؟ كل الاحتمالات واردة، وده بيزود صعوبة القرار. لأنه دايما في حاجة مشتركة، طالما هو ملتصق في حاجة مشتركة. طبعا التوأم هما يعني التسمية جت توأم سيامي. سيامي جت يعني منين؟ من الكلمة من سيام، انه كان في توأم اتولد في سيام وفضلوا، لأنه دي جنوب شرق آسيا، في وقتها ما كانش فيه التكنيك الجراحي والتخدير ان هم يفصلوهم، فعاشوا مع بعض 73 سنة ملتصقين. ده من الحاجات الشيقة. كان اسمهم إنج وشانج في سيام اللي هي تايلاند الحالية، فما كانش يقدروا يفصلوهم، فعاشوا 73 سنة مع بعض واشتغلوا. هيشتغلوا فين؟ طبعا الحاجة اللي تناسب طبيعتهم، اشتغلوا في السيرك وعملوا ثروة كبيرة جدا من تواجدهم. طبعا الناس كلها عايزة تتفرج على التوأم الملتصق وغيره، فعملوا ثروة، اتجوزوا وخلفوا. هما الاثنين بيتعاملوا على ان هما شخص واحد بقى؟ لا، شخصين. اتجوزوا بنتين. بنتين. المهم ان في سن 73 سنة واحد منهم مات، إنج توفى. تخيلي حضرتك واحد مات ملتصق بتوأمه اللي عايش كويس، فطبعا صدمة نفسية وعصبية، وتوفي من الصدمة أو من انتقال السموم من الجسد الآخر بعديها ب7 ساعات. ولما جم عملوا التشريح بعد الوفاة اكتشفوا أن عملية فصلهم ما تاخدش أكتر من ربع ساعة، وأنها في غاية في السهولة. وفي 73 سنة دول ما حدش فكر أن هو يعني
يفصلهم. يمكن فكروا بس كان في رفض منهم لأن ده خلاص أصبح مورد للفلوس، دخلوهم. فيمكن حد عرض عليهم في الوقت ده هم ما حبوش، علشان وهو واحد عي مثلا، ممكن واحد يعي بأمراض والتاني لأ، ممكن دول فرق التوأم يعني، واحد يجيله التهاب رئوي والتاني سليم، واحد يجيله كورونا والتاني لأ. وهنا الفصل الاجتماعي صعب جدا. فردا على كلام حضرتك انه الالتصاق في حاجة مشتركة، الحاجة المشتركة دي قد تكون سهلة الفصل او سهلة التعامل معها، زي جزء من الكبد مثلا او جزء من الامعاء او جزء من الجلد والعضلات، سهلة جدا. لكن ماذا لو ان الاشتراك في القلب مثلا او المخ؟ فهنا قد تكون صعبة او مستحيلة. بخصوص بقى الجنين اللي في داخل بطن الطفل، يعني اكيد حضرتك عندك برضو امثله اخرى من التشوهات او العيوب اللي ما نعرفهاش، يعني حاجات بتكون بالصدفه او جديده بتحصل كل يوم اكيد. والله عالم جراحه الاطفال هو عالم الغرائب والعجائب، يعني الحقيقه في حاجات كتيره جدا لانه ده بيختص بتكوين الطفل اثناء فتره الجنين، فكل حاجه ممكنه وحاجات في منتهى الغرابه. فمثلا هو نوع من أنواع الأجنة الملتصقة، بس جنين غير مكتمل وداخل بطن طفل آخر، فبيبقى موجود عندي طفل جوه بطنه تكوين مثلا الهيكل العظمي أو أطراف أو أجزاء من الجسم غير مكتملة طبعا ومشوهة، لكن موجودة في داخل البطن. فلما بنعمل أشعة أو استكشاف أو غيره بيكتشف أن في أعضاء جنينية غير مكتملة داخل بطن طفل آخر، اسمها فيتس انفيتو، يعني جنين داخل جنين. فالحل الجراحي التدخل وإزالة الجزء الغير طبيعي. كرة الشعر داخل المعدة برضو أشكال كتيرة ممكن من المشاكل ممكن تكون حاصلة بتحتاج إلى جراحة منذ اليوم الأول، أو جراحات لطفل عامة في سن صغير يعني. هو دي حالة نادرة يعني، وهي حالة نفسية أو عصبية. أن بعض البنات يعني في سن معين يكون عندهم حالة من القلق أو التوتر أو حالة نفسية أو غيره، فبتشد شعرها وهي قاعدة بتذاكر أو بتعمل وبتاكله، فبيتجمع الشعر ما بيتهضمش وما بينزلش وما بيعديش، بيفضل في المعدة، فيوم ورا يوم بيتجمع ويتكون كرة كبيرة من الشعر زي الجريف فروت الكبيرة كده موجودة داخل المعدة، بسبب التهابات وقيء ونزيف من المعدة وغيره. والحل الوحيد لها ما ينفعش المنظار فيها، لأنها لازم أطلع كرة الشعر دي، أفتح المعدة وأطلع الكرة دي من داخل، وبيرجع تاني وبترجع تاكل تاني وتكون لها مرة تانية. الشعر ما بيتهضمش، وطبعا الناس بتقعد تاكل ضوافرها بقى حاجات كتير، كل الحاجات دي ما بتتهضمش. مشكلة. في طبعا موضوع آخر وهو الإمساك، وهل ده عند الأطفال طبعا، وهل ده بيحتاج لعملية جراحية أورام الأطفال؟ يعني موضوعات لسه أقسام كتير عندنا نناقش فيها. دكتور سامح شحاتة ضيفنا النهاردة، تابعونا. فاصل سريع وراجعين. أنتم مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كنا لسه بنتكلم وسألنا دكتور سامح قبل الفاصل عن الإمساك عند الأطفال، وهل محتاج جراحة أم لا؟ إمتى يا دكتور ممكن طفل يحتاج لجراحة لو هو بيشعر بالإمساك؟ وهل هو ده علاج يعني خلاص بيكون خلاص وانس إنه عمل العملية الجراحية فهو مش هيجيله إحساس ده ثاني؟ موضوع هام جدا يعني. وبداية أحب أطمن السادة المشاهدين وحضرتك إنه أغلبية حالات الإمساك في الأطفال وفي الكبار لا تحتاج إلى عملية جراحية، يعني نحتاج إلى عملية جراحية في 5% من الحالات، وحنتكلم عليها فيما بعد بالتفصيل، ولكن خلينا نتكلم على 95% من حالات الإمساك. وعلى فكرة هو شائع جدا في الأطفال وفي الكبار للأسف، نتيجة لأسباب عديدة، الأكل الغير صحي، عدم ممارسة الرياضة، عدم شرب المية بدرجة كافية، بعض البنات بتحبش وهي في المدرسة أو في الكلية تروح مكان حمام عمومي علشان نظافة وغيره، فبتأجل عملية التبرز. والحقيقة ده له ثمن بندفعه بس احنا مش شايفينه، انا شايفه كجراح بشوفه في الأشعة وبشوفه في العملية، ان كل تأجيل لعملية التبرز بينتج عنه تضخم في القولون. ما هيروح فين؟ الفضلات هي بتتراكم، كل ما تتراكم كل ما يتضخم القولون، كل ما يتضخم القولون يفشل في الإخراج الطبيعي. تضخم مؤقت ولا دائم؟ ساعات بيبقى دائم.
يعني المؤقت ده يوم على يوم يعمل دائم. يعمل دائم بالظبط. طب واللي مش حاسس ان هو او مش قادر يعمل يعني الموضوع ده يحصل ايه؟ يجب ان هو عنده امساك يعني. اولا هو شائع جدا مش في الاطفال بس، لكن في الكبار. تقريبا 30% من شكاوي العيادات الخارجيه في الجهاز الهضمي بتبقى عباره عن امساك. عايز اقول نصيحه عامه سريعه للاطفال وكمان بالمره للكبار، انه يجب التاكد علينا كلنا كاسره، مش بس الاطفال لكن الاب والام والاخوات وكل الاسره، ان يتم التبرز اليومي الكامل بصفه دائمه. مفيش حاجة اسمها أنا متعود كل 3 أيام، مفيش حاجة اسمها أنا طبيعتي كده وما عنديش مشاكل وغيره. حضرتك مش شايف التمن اللي بتدفعه؟ أنا بشوفه القولون كل يوم بيتضخم وبيصل إلى درجة بالظبط، حضرتك وصفتي وصف دقيق، يصل إلى درجة ما بيرجعش بعد كده، وهنا قد نحتاج إلى تدخل يعني كبير زي الجراحة. فالنصيحة هو إزاي يقدر يعمل العملية دي، عملية الإخراج دي كل يوم هو مش طبعا في نصائح يعني. ماشي، سؤال حلو. في نصائح عامه، الالياف في الاكل، شرب المياه الكافي، الرياضه، التعود وعدم التاجيل الرغبه لان انا في مكان غير مناسب وغيره. طبعا دي مفهومه، ولكن هل الافضل ان انا احتفظ بفضلات وميكروبات داخل بطني ولا ان انا اتخلص منها؟ طب فرضا ان لم يحدث هذا، يجب ان انا الجا الى علاج او مساعده للاخراج. مفيش حاجه اسمها استنى بكره، لان بكره هتبقى كل حاجه اسوء. طب ازاي اكبر الطفل على ان حاجه زي كده؟ مش اكبر، هي مساعده. يعني انا مش عايز اكبره، لكن انا بساعده اما بالملينات او باللبوس او بالحقنه الشرجيه. لكن في نهايه اليوم يجب ان الطفل يتعود من صغره، حتى من السن الصغيره، ان هو يتبرز بصفه يوميه كامله بدون صعوبه وبدون معاناه. ده واجبنا الاخلاقي ناحيه الطفل، يعني دي عمليه فسيولوجيه طبيعيه يجب ان يقوم بها بدون معاناه. لو ما عملهاش يجب ان نساعده، والمساعدات كثيره عن طريق نصح الطبيب المعالج. امتى بقى الجا لعمليه جراحيه؟ وهل هي بتحل بقى خلاص المشكله على المدى الطويل؟ هو في نوعين من الامساك، نوع الوظيفي اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ناتج من عدم تنظيم الاكل وعدم تنظيم عمليه التبرز، وفي نوع خلقي هو الطفل مولود بعيب خلقي في اعصاب التحكم والحركه في القولون، الجزء الاسفل من القولون المستقيم، هو مولود كده. يعني مش عايز اقول ان هو اهمل او تاخر او غيره، لكن هو مولود بعيب خلقي، وهذا يحتاج من اليوم الاول الى عمليه جراحيه. في حالة التشوهات يعني. لو حبيتي نقول نعرفهم ازاي هؤلاء الاطفال، فتوجد علامات تميزهم عن الامساك العادي اللي احنا متعودين عليه. اولا الامساك الخلقي اللي هو سموه مرض هيرشبرانج، ده اسم العالم اللي وصفه اول مرة، انه بيبقى الطفل طبيعي انه بيتبرز في خلال 48 ساعة اول براز بعد الولادة، في خلال 48 ساعة. فإذا لم يتم هذا وتأخر، دي علامة تخليني أفكر. فيما بعد كده لو في انتفاخ ملحوظ في بطن الطفل، ده ما بيحصلش برضو في الإمساك الوظيفي. في انتفاخ ملحوظ يبقى أتنبه أن أنا هعمل حاجة. الحاجة التالتة أنه يبقى في تأثير على نمو الطفل، يعني وزنه أقل من الطبيعي، حالته العامة عنده أنيميا، حالته العامة ضعيفة، يبقى أنا بشك في هذا. اول حاجه الاخيره ان عنده امساك مزمن اكثر من 3 شهور ولا يتحسن بالعلاج. لو حاجه من الاربعه دول بلجا للطبيب، بيعمل اشعاعات معينه، لو ثبت انه في عيب خلقي العلاج هو الجراحه. هننتقل لموضوع اخر مهم جدا برضه دكتور، وهو التحول الجنسي. يعني ساعات ممكن يتولد طفل واهله مش عارفين هو ذكر ام انثى. انت بتتاخد القرار بقى بانه اجراء عمليه جراحيه لتحديد نوع المولود، وفي كل وفي هل مثلا طبعا بنسمع بقى انه في ساعات مبقاش واضح، مش معروف، ساعات بيبقى في يعني ممكن يبقى نفس النوع يعني او كذا نوع في نفس الشخص يعني. فهسيب حضرتك تشرح لنا الموضوع دوت بتفاصيل. طيب هو ده يعني سؤال قد يبدو منطقي او سهل الاجابه عليه. يعني حد يسأل حد جالك ولد ولا بنت، سؤال سهل الإجابة عليه، ولد أو بنت؟ مش عارف. لا مش عارف. كويس. ففي أحوال فعلا بيبقى الإجابة مش عارف، والدكتور نفسه كمان في الفترة الأولى ما يقدرش يدي تقرير يقول لك ولد أو بنت.
كويس. بس ده اكيد باين من الاول من السونار من ايام الحمل صح ولا مش شرط؟ هو طبعا يعني في حاجات كتيره قوي بتكتشف، واحنا بنشجع مره تانية التشخيص بالسونار قبل الولاده، وبيكتشف الكثير من هذه العيوب، لكن التشخيص النهائي يتم بعد الولاده طبعا، وليس بالنظر، مجرد نظر. يعني لو انا شفت طفل مولود دلوقتي في اختلاف، يعني لا هو قادر ان انا اقول ذكر او انثى، ما اقدرش اقول بمجرد الملاحظه او مجرد الرؤيه. حتى لو الطبيب المتخصص، ويجب عمل فحوصات عشان اقدر اقول ولد او بنت. وقد يكون في منطقه وسطى بين الذكر والانثى، يعني في حاجات قريبه من الذكر وقريبه من الانثى، ليس ذكر كامل وليس انثى كامل، ودي غالبا حالات الخنثى. وده دور الجراح اولا انه يكتشف طبيعه كل شيء ايه ومكانه ايه، هل يوجد غده الاساس هو الكروموزومات اكس اكس او اكس واي ده ولد او بنت، مع الكروموزومات في الغدد الجنسيه هل هي مبيض او خصيه. الحاجه الثالثه الاعضاء الداخليه التناسليه، هل هي رحم وقناه فالوب ولا بروستاتا والقنوات المنويه. الحاجه الرابعه هي الاعضاء الخارجيه، هل اعضاء خارجيه ذكر او انثى. فهم اربع عوامل، جينات وهرمونات وغدة تناسلية وأعضاء داخلية وأعضاء خارجية. طيب إيه الحالات اللي لما الشخص بيكبر في سنه 10 و 15 و 20 سنة ويتحول، يعني ويبقى يفضل طول الوقت ده أنا ما كنتش حاسس أن أنا ذكر أو ما كنتش حاسس أن أنا أنثى، ويحصل عملية تحول بعد سن كبير، هل ما تبقاش واضحة منذ الصغر الحاجات دي؟ هو للأسف بعض الحالات البسيطة اللي هي مش واضحة قوي لا تثير الشك في اليوم الأول. فممكن أنها تأتي متأخرة بعد البلوغ، عند البلوغ، حيث يعني يتوقع حدوث تغييرات معينة ما بتحصلش. ففي هذه الحالة بيكون التشخيص متأخر وصعب القرار، هيأثر على القرار. يعني جات لي مرة أم بنت حدوث 16-17 سنة، وأنه أثناء سن البلوغ لم يحدث الدورة الشهرية ولم يحدث تغيرات معينة وغيره، وبالفحص تبين أنها في النهاية ذكر. في الحالة دي بيحصل إيه بقى؟ عند عمر 17 سنة بتحصل هنا بقى سواء التحول حتى في سن كبير. هو بس أنا عايز أقول على قصة التحول دي أنه يوجد حاجة تانية خالص، أنه بعض الناس الطبيعيين تماما كذكر أو أنثى بيحب نتيجة لأسباب نفسية أو غيره أنه يتحول إلى الجنس الآخر، وده طبعا مرفوض شرعا وعلميا وأخلاقيا وغيره. لكن ما نتكلم عنه هي حاجة مختلفة تماما، هي الخنثى. والخنثى هي ولدت بعيب خلقي، ليست ذكر كامل ولا أنثى كامل، ولكن في المنتصف. وأنا دوري كجراح أن أنا أدرك أولا ما هي المعطيات، ما هي الإمكانيات الموجودة، وما هو أقرب جنس يناسب انها تعيش بصوره مرضيه. متبقي في حلقتنا قسم مهم جدا وهو اورام الاطفال، ده اللي باقي في حلقتنا النهارده مع دكتور سامح شحاته. ارجوكم تابعونا وشاركوا معنا باسئلتكم الاخيره على الاس ام اس او الواتساب، او كلمونا على 3835022. حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. في آخر فقرة من حلقتنا النهاردة ما ينفعش إن احنا نختم البرنامج من غير ما نتكلم على قطاع هام جدا وكبير جدا في يعني أمراض الأطفال وجراحات الأطفال، وهي جراحة الأورام. يعني خلاص بقينا بنسمع حوالينا في كل مكان مستشفيات الأورام قد إيه وقد إيه إصابات الأطفال بالأورام. فحابين نعرف من حضرتك إيه هي أنواع الأورام الشائعة اللي بيصاب بيها الأطفال، وليه في السن ده ممكن يكون عنده وراثة أكيد صح؟ هو الحقيقة يعني هي موجودة أورام الأطفال، يمكن ما كناش بنسمع عليها كتير زمان لأن لم يسلط عليها الضوء بدرجة كافية، لكن موجودة طول الوقت، وهي ناتجة من أن طبيعة خلايا الأطفال نشطة جدا لأنها مسؤولة عن النمو والتطور في أعضائهم وغيره. فبعض الخلايا قد تفقد السيطرة وتتضخم وتتكسر بدون كنترول، وهنا يحصل الورم.
هي موجودة، ولكن الجميل انه اولا اصبح في اكتشاف مبكر دلوقتي للاورام عن طريق ملاحظة اي اعراض غير طبيعية، بنروح للدكتور بيعمل اشعاعات تلفزيونية. من السهل جدا دلوقتي بعد ما كنا زمان بنشوف اورام في حالات متأخرة واحجام كبيرة وصعبة العلاج، دلوقتي بنشوف اورام في احجام اصغر وقابلة للعلاج، ونسبة الشفاء باستخدام الجراحة زائد العلاج التكميلي بتكون الحمد لله كويسة جدا. وبرضه ممكن يكونوا طفل في اليوم الاول او يعني منذ الولاده عنده حاجه زي كده، صح؟ في موجوده طبعا، في اولاد اطفال بتبقى الاورام متشخصه في داخل الرحم برضه، يعني في انواع من البتاع بالموجات الصوتيه بتلاقي ورم شهير موجود في المنطقه العصعصيه، بيبقى موجود في وقتها، وطبعا ده واضح لانه ظاهر وخارجي وممكن تشخيصه. اورام الكلى مشهوره، الغده فوق الكلى موجوده، الغده الليمفاويه، لكن كلها تطور كتير جدا التكنيك الجراحي والعلاج المساعد بحيث اصبحت النتائج يعني افضل كتير من السابق. عيوب مجرى البول او ما يسمى بطهارة الملائكة، الحقيقة بمصطلح برضو ممكن يكون جديد عليا وجديد على كتير من المستمعين. هي شائعة الحقيقة وتسمية من الـ يعني الاهالي لهذا الوضع، لانه سبب بسيط جدا، لانه في حالة عيوب مجرى البول بيكون في نقص في الجلدة اللي هي احنا بنشيلها في الطهارة، نقص جزئي. فالناس بتفكر يا ترى مين طفل مولود بهذا الوضع، يا ترى مين اللي شال الجلدة دي، فاكيد الملائكة. اذا ما بيحتاجش الختان يبقى لا انا فهمت غلط. هو مش بس ما يحتاجش الختان، هو احنا بنرجو الجميع انهم ما يعملوش الختان. هقول لحضرتك السبب ايه دلوقتي. لانه انا عندي نقص في تكوين العضو. عيوب مجرى البول عباره عن فتحه مجرى البول اللي هي في الحاله الطبيعيه بتكون على قمه العضو الذكري، هنا بتكون على الجزء الاسفل من العضو الذكري في درجات او اماكن متباينه، ممكن تبقى قريبه جدا من الفتحه الطبيعيه، ممكن تبقى في الخلف خالص وهي درجات الدرجه الاولى والثانيه وهكذا. فانا محتاج انشئ او اساعد بطريقه جراحيه مجرى بول جديد. ايه المادة اللي انا بستخدمها لتفصيل هذا المجرى الجديد؟ احتمال كبير تكون الجلد اللي احنا عادة بنرميه في عملية الضغط. عشان كده النصيحة الاولى برجاء ما تشيلش الجلدة اللي موجودة، لانها مهمة جدا في حالات عيوب مجرى البول. بتبقى جراحة بقى تكوينية كاملة من البداية يعني خالص يعني. يا جراحة تجميلية دقيقة. في الاول برضو خالص من اول يوم. لا ما بنفضلش نعملها، دقيقة جدا وتحتاج حجم معين. محتاج قماشة عشان افصل منها. فده محتاج على الاقل بين 6 شهور الى سنتين. يكون حجم العضو وصل للحجم الطبيعي. بفرض عدم اجراء الطهارة، الجلد بستخدمه في العملية، وتتم العملية في الدرجات الاولى والتانية اللي هي الشائعة 70-80%، تتم على مرحلة واحدة بنجاح كبير نتيجة للتقنيات والطرق الجراحية المتقدمة. احنا كده دكتور نكون خلصنا قطاعات كتيرة او معظم القطاعات في جراحات الاطفال، ايه رأيك؟ والله الجراحات الاطفال الحقيقة تشمل مواضيع كتيرة شيقة، غطينا معظمها، ولكن في حاجات تانية ما زالت موجودة يعني ومهمة في جراحات الأطفال. لكن أعتقد يعني الشيء المهم إن احنا يعني قدرنا نوصل رسالة للسادة المشاهدين على نقط مهمة جدا في العناية بأطفالهم، الاكتشاف المبكر للعيوب، اللجوء إلى جراح الأطفال المتخصص. نشكر حضرتك، واكيد هيكون لينا حلقات بقى تانية نتكلم على يعني موضوعات او جراحات اخرى ممكن نكون احنا ما قدرناش نغطيها النهارده. ان شاء الله يكون يسعدني جدا. شرفتني حضرتك بوجودك معنا النهارده في حياتك صح، بنشكرك جدا جدا على المعلومات القيمه والحلقه المفيده جدا. ربنا يخليك، انا سعيد جدا بحضوري مع حضرتك ومع الساده المشاهدين. شكرا لك يا فندم، وشكرا لكل مستمعينا في كل مكان. كان ضيفنا النهارده الاستاذ الدكتور سامح شحاته، استاذ جراحه الاطفال كليه الطب جامعه الاسكندريه، واول رئيس عربي للفدرالية الدولية لجراحة الأطفال. وبنبارك لحضرتك من جديد، ألف مبروك على المنصب المشرف لينا كلنا أكيد، وأكيد هيكون لينا لقاء مع حضرتك في وقت تاني في حلقات جاية من حياتك صح. شكرا جزيلا. كنتم مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.